وربما حوارات ونقاشات مطالبات خطوات وفعاليات احتجاجية قمتم بها في مختلف المناطق. نقابة التصوير الطبي تنهي الفعاليات الاحتجاجية بالاتفاق مع وزارة الصحة. ما هي هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الاتفاقية؟ هل تمت الاستجابة لمطالبكم نصا وحرفا؟ نعم أختي العزيزة، نعم كان هنالك اجتماع ما بين النقابة ومسؤولي وزارة الصحة الفلسطينية وتحت رعاية وسطات خارجية من خارج الوزارة، وتم توقيع اتفاقية إذا التزمت فيها وزارة الصحة الفلسطينية ستنهي معاناة المريض الفلسطيني في الدرجة الأولى، ثم معاناة العاملين في قطاع الأشعة والتصوير الطبي. أبرز هذه البنود أن وزارة الصحة الفلسطينية جمدت قرار وزيرة الصحة الذي يقضي بالسماح لغير العاملين أو لغير الدارسين للأشعة والتصوير الطبي في مراكز الفك والأسنان من العمل على هذه الأجهزة، وبالتالي أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح. النقطة الثانية، سمحت أيضا للدارسين في الأشعة والتصوير الطبي من العمل على أجهزة القسطرة وتفتيت الحصى في القطاع الصحي الخاص، وهذا ما كنا نطالب منه، أن هنالك مجموعة من الفئات تعمل على هذه الأجهزة هم في الأساس مش دارسين أي دقيقة أشعة واحدة. نعم. المطلب الآخر، زادت وزارة الصحة ساعات العمل على أجهزة الرنين المغناطيسي في المستشفيات الثلاثة، مجمع فلسطين الطبي، مستشفى جنين، ومستشفى الخليل الحكومي، الأمر الذي ننتظر تطبيقه خلال الأسبوعين القادمين بعد إجراء الامتحان، لأنه هي بحاجة إلى تعيينات، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الصحة بتعيين الكوادر اللازمة لهذا الإجراء. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك بأن قوائم الانتظار بدل ما أنت تكون شهرين أو ثلاث شهور، لا، ممكن تأخذ أسبوع أو أسبوعين. تعهدت الوزارة بزيادة بالضغط على الحكومة من أجل زيادة عدد أجهزة الرنين المغناطيسي. وهذا ما كنت أود أن أستفسر حوله، يعني زيادة في الكوادر البشرية من المفترض أن تتبعها أيضا تحسين في طبيعة وجودة المعدات المتوفرة، وربما زيادة عددها في المشافي التي يوميا تواجه ضغطا كبيرا وعددا كبيرا من الوافدين من المرضى من مختلف المحافظات. نعم صحيح، هذا ما تعهدت به وهذا ما التزمت به الأصل وزارة الصحة الفلسطينية. الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة الفلسطينية حقيقة. النقابة طالبت الهيئات المحلية، الفصائل، النيابة العامة، الأجهزة الأمنية، الكل دعم مطالب النقابة فيما يخص في تحسين جودة وزيادة الأجهزة في قطاع الأشعة والتصوير الطبي الذي ثبت لوزارة الصحة أنه أبرز الأقسام في هذه الوزارة في ملف التشخيص. أيضا أضيف بشرى إلى مديرية صحة طول كرم تحديدا. نعم. عندما كنا نتحدث عن أن هنالك تقارير مكدسة بالمئات، هي كانت صراحة في مديرية صحة طول كرم. نعم. قاموا الآن بتعيين طبيبة لكتابة هذه التقارير حتى تنهي هذه الأزمة، يعني وتعهدت الوزارة بأنها ستقوم بابتعاث طبيبة أو اثنتين لخلال ثلاث شهور دورة على التصوير الثدي، من أجل أن تكون هنالك طبيبة طوال أيام الأسبوع في مديرية صحة طول كرم. طبعا هي ليست المديرية الوحيدة، ولكن كوننا نتحدث الآن من طول كرم، يعني هذه بشرى إن شاء الله تعالى ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة مشكلة ومعاناة هذه الأزمة. كما تعهدت وزارة الصحة الفلسطينية بتزويد مديرية صحة طول كرم بجهاز أشعة. نعم. يعرف أن جهاز الأشعة الموجود في مديرية صحة طول كرم موجود الآن في الهلال الأحمر لتصوير مرضى الكورونا. نعم صحيح. نعم صحيح. فبالتالي هنالك نقص. تعهدت خلال الأسابيع القليلة القادمة بأن يكون هنالك جهاز
لمديرية صحة طول كرم. يعني سامي أنت تتحدث بصراحة، للأمانة مستقبل مشرق ينتظرنا من خلال ما يتم الحديث يعني عنه، ونحن نتحدث عن نقلة نوعية حقيقية إذا ما بالفعل تم الالتزام بهذه التعهدات. ما هي ضمانات الالتزام بهذه التعهدات، خاصة وأن كان لكم مشوارا طويلا في ربما السجلات والنقاشات والأخذ والعطاء على حقوق مقرة حكوميا ورئاسيا؟ الضمان الوحيد أن بقاء الضغط على وزارة الصحة الفلسطينية من قبل النقابة ومن قبل الجهات الواصلة أو الجهات الضامنة لهذه الاتفاقية، وهي جهات عدة وكثيرة جدا. أمهلنا وزارة الصحة الفلسطينية 30 يوم لتنفيذ القرارات الإدارية. هناك شق إداري، هناك شق مالي، يعني الشق المالي لسه بده 6 شهور أو 7 شهور، ولكن القرارات الإدارية خلال 30 يوم يجب أن تبدأ. هي حقيقة أصدرت أكثر من 16 تعميما يخص القطاع الصحي الخاص، مثل ما حكيت تجميد لقرارات وزيرة الصحة بالسماح لغير الدارسين في الأشعة والتصوير الطبي. نحن سنراقب وزارة الصحة الفلسطينية خلال 30 يوم القادمة، وإذا لم تستجب وزارة الصحة الفلسطينية فإننا مستعدون وجاهزون في كل وقت للعودة إلى التصعيد. نحن لا نريد في النهاية إلا حقوق المريض الفلسطيني، ونحن كأخصائيين أشعة والتصوير الطبي في النهاية إذا أنت تتحدث عن زيادة العمل على أجهزة الرنين المغناطيسي، توفير أجهزة أشعة في الأماكن اللي ما فيهاش أجهزة أشعة، توفير متخصصين، انتظار توفير كوادر على هذه الأجهزة. الآن الكرة في ملعب وزارة الصحة الفلسطينية حقيقة، وهي الآن إما أن تنجح هذه الاتفاقية وتنهي معاناة المرضى في القطاع الصحي الحكومي والخاص، وإما أن تفشلها وتبقى المعاناة مستمرة. وفي هذه الحالة ستعود النقابة من جديد إلى التصعيد من جديد، ولا أحد يلومنا في هذه الحالة حقيقة. ونأمل أن تتم الاستجابة بصراحة، وأنت تتحدث كما وصف البعض أنها مزهرة الأمور بصراحة، يعني مشرقة، يعني إذا ما تم التنفيذ. إذا ما تم التنفيذ بالتأكيد، إذا أنا أقول كلامي واضح، إذا ما تم التنفيذ الأمور مشرقة، وإذا لم يتم التنفيذ فالأمور متجهة إلى ظلام مستمر بحق المريض الفلسطيني وبحق العاملين في هذا القطاع. هذه الحقيقة. هنالك اتفاقية، نعم هنالك اتفاقية موقعة بين طرفين، بين النقابة وبين وزارة الصحة الفلسطينية، ولكننا من خلال خبرتنا في التعامل مع وزارة الصحة الفلسطينية عبر أكثر من 20 عام متتاليات، لسه الواحد بيضل حاط ايده على قلبه. أكيد. نعم اكيد، مع بدايه تنفيذ هذه الاجراءات، ولكن قلت ان هنالك اكثر من 14 او 15 تعميم صدرت، هي حاليا صدرت الى تقريبا 3 أو 4 أيام صادري، والان هنالك جهات في وزاره الصحه تقوم بمتابعه هذه الملفات، وهنالك ايضا امتحان قريب في من 10 ل 13/7 لتعيين كوادر أشعة وتصوير طبي على مستوى الوطن. نأمل أن تلتزم وزارة الصحة بتعيين العدد الذي طلب منها على أجهزة الرنين المغناطيسي حتى تشتغل هاي الأجهزة 24 ساعة. 24 ساعة ما في معاناة لا لمريض سرطان ولا لأي مريض آخر، وكمان تعيين أطباء متخصصين، لأنه إذا أنت اشتغلت كل هذا الشغل بدون أطباء متخصصين على أجهزة الرنين وعلى أجهزة الماموغرافي، هنالك ستكون كارثة للأسف. يعني كأنك ما اشتغلت شيء أو ما أنجزت وزارة الصحة شيء. فإحنا اقترحنا على وزارة الصحة أن تتعاقد مع أطباء في القطاع الصحي الخاص لكتابة التقارير. ليش المريض يروح ياخذ صورته من مستشفى جديد، يروح على القطاع أو يروح على المراكز الخاصة؟ مكلف ومتعب. 300 شيكل سعر التقرير. صحيح. الصورة سعرها 150 شيكل والتقرير 300 شيكل. شو استفدت أنا من التأمين سيد رابي؟ ولا شيء على الفاضي. نعم يعني للأسف يعني الصورة راح تكلفك سعر التأمين، الصورة الواحدة راح تكلفك سعر التأمين في السنة. فاحنا اقترحنا على وزارة الصحة الفلسطينية انها تتعاقد مع اطباء اشعه وهي اللي تدفع لهم الفلوس، بما انه انا مؤمن الوزاره تحاسب. وين المشكله؟ اعتبروها تحويل خارجيه لاي مرض اخر. وين المشكله؟ افتحوا ملف التحويلات في الاشعه والتصوير الطبي، لانه
يعني صورة الرنين المغناطيسي هي بسبب إجراء عملية في القطاع الصحي الخاص، الصورة الوحدة للأسف. إجمالا أيضا هذه جملة من بصراحة يعني المطالب التي طلبتموها ووعدت وزارة الصحة بتنفيذها، ونأمل إن شاء الله أن يتم الإيفاء بهذا الوعد وأن تتم تحقيق هذه القفزة النوعية في الخدمات الصحية التي ذكرتها السيد رامي الحضور نقيب فني الأشعة والتصوير. إن شاء الله نحن وإياكم بانتظار كل ما هو إيجابي ومشرق ومزدهر، بالإضافة إلى أن يحقق المنفعة العامة والمصلحة العامة لكل المواطنين، ولكم أيضا أن تحصلوا على مستحقاتكم ومطالبكم العادلة. أشكرك جزيل الشكر في هذا الصدد، ونواصل مع حضرتكم في مشوارنا الصباحي. سنكون وإياكم ضمن فقراتنا القادمة حول الحديث عن تفاصيل تتعلق بعملية التصحيح لامتحانات الثانوية العامة ونتائج امتحانات الثانوية العامة مع الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم. لكن حتى تلك اللحظة أذكر السادة المستمعين والمستمعات بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصباحات والتذكير ببعض القضايا وربما الهموم الكرمية، فضفضة صباحية كما نقول. ننتظر اتصالاتكم على الرقم 1-900-88 أو على الرقم 268-49 وإرسال الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 00970599-940-990.